السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو غادي نخدموا تمارين الاستدلال العلمي ونشوفوا أيضا منهجية الإجابة على تمارين الخبر الوراثي. إذا تمارين الخبر الوراثي هي بسيطة جدا وكتكون عليها تقريبا واحد 3 نقاط، إذا ما خصكمش تضيعوا، هي بسيطة، كل شيء غادي يجاوب عليها. ونوريكم الطريقة كيفاش تجاوبوا على هذا النوع من الأسئلة الخاصة بالخبر الوراثي. إذا غادي نديروا أول جزء من هذا النوع من التمارين الخاصة بتمارين الاستدلال العلمي، وفي فيديوهات أخرى غادي نخدمو تمارين الخاصة باسترداد المعارف. إذا على بركة الله، إذا أول تمرين تطبيقي غادي نشوفو، غنشوفو في طفرة، إذا كاين عندنا عدة أنواع من الطفرات، كاين طفرة استبدال، طفرة إضافة، وطفرة ضياع. إذا أنواع التمارين اللي غادي نشوفو دابا الآن، غادي نشوفو طفرة استبدال ذات المعنى الخاطئ، بمعنى أنه عندما تحدث طفرة استبدال تعطينا معنى خاطئ، أي تغير على مستوى السلسلة البيبتيدية للبروتين. وكذا هو النوع اللي غادي نشوفو في هذا التمرين، وغنطبقو حرفيا المنهجية اللي غنديرو الآن. إذا غنخدمو هذا الامتحان الوطني اللي هو مقتطف من الامتحان الوطني الدورة العادية 2013، أو كنشوفو هذا التمرين هذا. إذا قالوا لينا يعتبر مرض الودانة من الأمراض الوراثية عند الإنسان، يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من شدودات في نمو الغضاريف المؤدي إلى نوع من القزمية. إذا هذا المرض يؤدي إلى نوع من القزمية خصوصا على مستوى الوجه والأطراف. لفهم سبب ظهور هذا المرض وكيفية انتقاله نقترح دراسة المعطيات الآتية. إذا إيش قالوا في التمرين؟ تمثل الوثيقة واحد متتالية النكليوتيدات. إذن هذه هي الوثيقة واحد، ما ظهرش، هذه هي الوثيقة واحد تمثل متتالية النكليوتيدات لجزء من المورثة. المورثة شنو سميتها؟ سميتها اف جي اف ار 3، المسؤولة عن تركيب مستقبل عامل النمو اف جي اف في شكليها العادي والطافر. إذا هنا كتلقى متتالية النكليوتيدات للحليل العادي عند الشخص السليم، ومتتالية النكليوتيدات القابلة للنسف عند شخص مصاب، يعني الحليل الطافر. ومحددين لنا هنا منح القراءة، ثم لدينا هنا تسلسل النكليوتيدات، ولدينا هنا رقم الثلاثيات. إذا يعني كل ثلاثية عند الرقم. إذا هذا جزء أخذ من المورثة ديال اف جي اف ار 3، إذا غير جزء، ما ناخذوش كامل، البلاصة اللي فيها الطفرة وصافي. قالوا لنا السؤال الأول، هادشي اللي كيطرح هما جوج أسئلة، باستعمال مستخرج جدول الرمز الوراثي الممثل في الوثيقة جوج، اعطي متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لكل من جزء الحليل العادي وجزء الحليل الطافر. دونك السؤال هذا وارد جدا في الامتحان الوطني، ودائما كيتحط بهذا الشكل. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نوريكم المنهجية أو الطرح. ثم السؤال الثاني، فسر سبب إصابة بمرض الودان. إذا رجعوا للسؤال الأول، كيفاش غنجاوبوا؟ إذا قالوا لنا الوثيقة جوج تمثل مستخرج جدول الرمز الوراثي، ما عطاوناش الجدول كامل داك الكبير، عطاونا غير مستخرج منه، هو هذا اللي كاين هنا في الوثيقة، يعني الوحدات الرمزية اللي غنخدم بهم أنا في عملية الترجمة. إذا مني قالوا لي هما أعطي متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لكل جزء من الحليل. إذا باش نعطي سلسلة الأحماض الأمينية المطابقة لكل حليل من هادو، خاصني ولا بد ندير عملية استنساخ، ولا بد ندير عملية الترجمة. وباش نكمل الإجابة ديالي، خاصني واحد المؤشرات مهمة نركز عليهم في التمرين، هما اللي غنوريكم دابا. إذا أول شيء خاصني نعرف واش الحليلات اللي عندي، واش قابلة للنسخ أي منسوخة، هي واش غندير عليها النسخ مباشرة، أو لا خاصني تندير الشريط المنسوخ عاد ندير عليه عملية الترجمة. ولحسن الحظ هنا قالوا لي بأن هذا الحليل هو قابل للنسخ، وبالتالي يمكنني أن أقوم بعملية النسخ مباشر، يعني تركيب جزيئة ار ان ام على هذا الشريط وعلى هذا الشريط بشكل مباشر.
عند السؤال قال لك اعطي متتالية الأحماض أمينية لكل جزء من الحليب، يعني عند هذا وعند هذا، واضح؟ إذا اللي مطلوب من السؤال هو نعطي متتالية الأحماض الأمينية الخاصة بالحليل أو جزء حليل عادي، وهذا هو نفس الحليل اللي عندي في الوثيقة حطيته هنايا، ومتتالية الأحماض الأمينية الخاصة بالحليل الطافر عند الشخص المصاب. إذا أنت شنو خصك تجي دير، غتكتب هادشي في الورقة حرفيا، إذا غتجي غتكتبو بحال ما تشكل، حتى ما يمكنش تعطي متتالية الأحماض الأمينية، بمعنى دير تركيب الـ ADN بلا ما تدوز من متتالية RNA، يعني بلا ما دير عملية الاستنساخ، ضروري ولا بد أنك تدوز من عملية الاستنساخ. إذا هنا عندك الـ ADN كدوز متتالية RNA، يعني تدوز دير عملية استنساخ، بعد ذلك تقوم بترجمة جزيئات RNA إلى متتالية أحماض أمينية، بمعنى غدير العمل ديال الريبوزوم. اذا غتكتب هذا الشكل هذا حرفي دائما في التمارين ديال الخاصه بالخبر الوراثي، ملي كيطلبوا منك دير هذا، يطلبوا منك متتاليه RNA او لا متتاليه احماض امينيه، خاصك تكتب هذا الشكل هذا، تحطه هو الاول، تنقلوه في الورقه ديالك وتحطه. بعد ذلك اشنو غنمشيو نديرو؟ غنمشيو نديرو عمليه الاستنساخ، يعني نحدو متتالية RNA الخاصة بالحليل العادي عند الشخص السليم، ومتتالية RNA عند الشخص المصاب. عاد غندوزو متتالية أحماض الأمين. إذا أشنو غنحتاج باش ندير متتالية RNA؟ ما غنحتاج والو، غنحتاج نكون غير عارف أنا تكامل القواعد الأزوتية اللي كاينة في الـDNA مع اللي كاينة في الـRNA. إذا كندير من راسي داكشي اللي عارف. باش كندير امام اب، اذا اب اللي القاعده المتكامله معها شنو؟ اذا ا هي اي، قاعده المتكامله مع ا هي اي، صافي كنحط اي. تي القاعده اللي كتكملها هي اب على مستوى متتاليه RNA. اذا اي، علاش حطيت اي؟ لان ما كاينش تي في RNA، كاين غير اوراسيل عوض التيمين، هادشي شرحناه في الدرس. اذا ثم امام تي غنوضع ا، امام ا غادي نوضع اي، وهكذا ثم نضع باقي النيكليوتيدات، وكندير هذا الخط هذا نفصل به النيكليوتيدات كل ثلاثه النيكليوتيدات باش تسهل عليا عمليه قراءه، يعني عمليه استنساخ، ما نخطاش في شي نيكليوتيد، هذا من جهه، ومن جهه اخرى كتسهل عليا عمليه الترجمه فيما بعد. اذا في بعض التمارين كتلقاوهم منفصله، هي منفصله على شكل ثلاثيه، لكن احيانا ما كيكونوش مفصلين، خاصك انت تفصلهم. اوكي، اذا كيف ما شفتوا هنا عندك الارقام، غادي نستعملوهم في شيء اخر من ندخلوا للتفسير. نفس الشيء بالنسبه لمتتاليه RNA للحليل الطافر عند الشخص المصاب. بعد ذلك غادي ندوز ندير عمليه الترجمه، اذا غادي نقرا هذه متتاليه RNA ونحولها الى متتاليه الاحماض امين. اذا هنا شنو غتحتاج؟ غتحتاج جدول الرمز الوراثي، دائما كيعطيوه. اذا هو هذا جدول الرمز الوراثي اللي عندي في التمرين، اذا ما عطاوش لينا كامل، عطاونا غير مستخرج من، يعني واحد الجزء اللي غادي نخدم به انا، شي وحدات رمزيه اللي كاينه عندي غادي نخدم بها. وبالتالي بعض المرات الا خطاتي ما غتلقاش الوحده الرمزيه ديالك هنايا، عرف باللي راك خاطئ، حيت هنا كيعطيوك غير واحد الجزء، يعني بعض الوحدات الرمزيه اللي غادي تخدم بها. اذا اش غنمشي ندير؟ كنمشي نقرا هاد الثلاثيات، عندي U A U، كنمشي نقلب عليها هنا شنو كتعني. اذا U A U هي هادي، U A U كتعني تيروزين، تي Y R. اذا كنمشي نكتب تي Y R، وكنكتب تي بحرف كبير و Y R حرف صغير، وكنكتبها قدام هاد الوحدة الرمزية. ثم ندوز الوحدة الرمزية الثانية جي سي A، اذا نقلب على جي سي A كتلقاها كتعني الألانين، اذا جي سي A هي تعني الألانين، وهكذا. ثم نمر الى جي جي سي،
إذن جي جي سي تعني الجليسين، نفس الشيء نكتب جي بحرف كبير والإجراك حرف صغير، وهكذا. ثم نمر لباقي الوحدات الرمزية، بعد ذلك أربطهم بسلاسل بيبتيدية، يعني كتبين واحد الخط هنايا زعما راه عندي سلسلة بيبتيدية أو روابط بيبتيدية تربط هذه الأحماض الأمينية. نفس الشيء نقوم به عند متتالية الأحماض الأمينية عند الشخص المصاب. غير هو كتلاحظوا إلا درنا عملية القراءة كيبان لي بأن هادشي غيكون كامل بحال إلا هنايا. علاش؟ حيت هنا كاين عندي الطفرة، إذا الطفرة كتبان لي كاينة هنا، وبالتالي التغير غيكون هنا. إلا كان شي حمض أمين غيتغير هو هذا هنا هو اللي غيتغير، بينما هادو وهادو ما غيتغيروش، لأن الطفرة عندي غير طفرة استبدال ماشي طفرة إضافة. لو كانت طفرة إضافة أو ضياع غيكون كلشي هاد النيكليوسيدات غيتغيروا بعد الطفرة، لكن هنا ما غيوقعش التغير، غيتغير فقط النيكليوتيد اللي حدثت على مستوى الطفرة. وبالتالي أيضا نحصل على متتالية أحماض أمينية، ونكونوا جاوبناهم على السؤال اللي هو أش طالبين مني، متتالية الأحماض الأمينية الخاصة بالحليل جزء الحليل العادي، ومتتالية الأحماض الأمينية الخاصة بجزء الحليل الطافر. هو هادشي اللي طالبين، ولكن ضروري خصك تدوز من متتالية ار ان ام، راه ما يمكنش تجي وتكتب ليا هادشي راه الا كتبتيه ما كاينش منطقي، لانه تعتمد على ار ان ام باش تصيب ليا متتالية الأحماض الأمينية. إلا جيتي نيشان يعني حطيتي غير الـ ADN وكتبتي هذه، ولا جيتي مباشرة حطيتي هنا راه غداك نقلتي ولا درتي شي حاجة، راه ما يمكنش تعرفها. الآن ندوزو للسؤال الثاني، قالك فسر سبب الإصابة بمرض الودان. إذا ملي كيقول لي فسر سبب الإصابة بمرض الودانة، راه كيتحدو على علاقة مورثة بروتين صفة. اذا كيقول لك اعطيني العلاقه مورثه الصفر بروتين صفر، كيفاش من المورثه تعطينا البروتين وتعطيني الصفر، هذا التغير على مستوى المورثه، كيفاش يعطي التغير على مستوى البروتين، وكيفاش يعطيني تغير على مستوى الصفر. اذا هاد باش تدير هاد العلاقه وتجاوب على السؤال اللي الفسر، تبع معايا مزيان. اذا الحاله اللي عندي هادي الشيء اللي غنعطيكم هو خاص إذا كانت عندك طفرة استبدال. إذا كانت عندك طفرة استبدال طبق هذا الشيء حرفيا. إذا أول شيء خصك تمشي تعرف المورثة، أشنو سميت المورث. إذا المورثة قالوا لي سميتها هي اف جي اف ار 3، أوكي. ثاني شيء تمشي تعرف البروتين أشنو سميته انطلاقا من التمرين. إذا البروتين شنو هو، هي هاد المورثة مسؤولة عن تركيب بروتين اللي هو مستقبل عامل النمو. إذا البروتين هو مستقبل النمو، اذا البروتين اللي قلت هو مستقبل عامل النمو. وكنرجع هذاك السؤال اللي جاوبت عليه، حيت هو اللي كيبين لي الطفره فين كاينه الى اخره. وكنمشي نقلب على الطفره فين كاينه على مستوى المورثه، يعني الاي دي ان، ما كتمشيش تقلب عليها هنا، كتمشي للاي دي ان، كتقارن هذا الحليل العادي مع الحليل غير العادي ديال الطف، وكنحدد الطفره. اذا ها حددنا بالنسبه للمورثه، كنحددو طفرة. اذا واش استبدال ولا اضافة ولا ضياع، انا عرفتها عندي طفرة استبدال. ثم ثاني شيء كنحدد موقع الطفرة، اذا فين جات بالضبط، في الثلاثية. اذا الموقع ديال الطفرة هو في الثلاثية 380، اوكي، كيعطيوني الرقم هنا باش كنحدد موقع ديال الطفرة باش كنعرف راسي فين كان. وثاني شيء كنحدد النيكليوتيد الاصلي والنيكليوتيد المتغير. النيكليوتيد الاصلي هو اللي كيكون عند الشخص السليم في الحليل العادي، والنيكليوتيد المتغير اللي تغير هو اللي كيكون في الحليل الطافي. اذا غنقول تغير النيكليوتيد سي هو الاصلي بالتي، هذا شيء مهم. وثم نحدد موقع النيكليوتيد، واش جا في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر، حيت كاين غير ثلاثه، اما يكون في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر. اذا موقع النيكليوتيد على مستوى الثلاثي، هذا الشيء مهم، غادي نشوفوا كيفاش نطبقوا. اذا غير احترم هذا التسلسل اللي كدير باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا على السؤال ديال فسر سبب المرض ولا العلاقه مثلا مورثه بروتين ولا صفه، اوكي. العلاقه بثلاثه، ملي كيقول لك فسر سبب المرض خاصك دير العلاقه مورثه بروتين صفه.
إذن ثاني شيء غادي نقوم به هو واحد المعلومات على البروتين أو على متتالية الأحماض الأميني. إذن غنشوف أشنا هو التغير الذي حدث على متتالية الأحماض الأمينية، بمعنى كنقلب على الحمض الأميني الأصلي هو هذا. إذن كنجي نشوف في الأصل كان عندي الجليسين جي ال إيكغراك، وتغير عطاني واحد الحمض أميني آخر اللي هو الأرجينين، إذن تغير بالار آر جي. إذن هذا هو الحمض الأميني الأصلي وهذا المتغير، أنا حددته. كذلك نحدد الموقع ديالو، إذن الموقع ديالو غادي نقولو هو الحمض الأميني تاهو اللي جانا في الموقع 380، ولكن هنا ما ماشي مهم عندي أنا الموقع، غادي نقول فقط تغير. إذن حدث تغير على مستوى متتالية الأحماض الأمينية للجليسين لجلي بالأرجيني. إذن خاصك تعرف غير شكون هو الأصلي وشكون المتغير باش غادي تكتبها في واحد الجملة أيضا. إذا عرفنا أشنا هي الصفة، الصفة هي مرض الودانة. إذا قلنا المورثة عرفنا أشنا خصك تعرف عليها، بروتين اسم ديالو هو مستقبل لعامل النمو، ما عطيناش السمية ديالو، أحيانا كيعطيوك السمية ديال البروتين. المرض أو الصفة هي مرض الودانة. إذا مني عرفت المورثة البروتين وعرفت المميزات ديال المورثة ونوع الطفرة موقع الطفرة إلى آخره، غادي يمكن إذا العلاقة مورثة بروتين، هل مورثة شنو سميتها؟ هي اف جي اف اف 3. البروتين هو عبارة عن مستقبل لعامل النمو، والمرض صفة هي عبارة عن مرض الودان. إذا حددت بالنسبة للمورثة نوع الطفرة هي طفرة استبدال، موقع الطفرة هي الثلاثية الرقم 380، النيكليوتيد الأصلي هو السي تغير بالنيكليوتيد التي، الموقع على مستوى الثلاثية هو أول ثلاثية، وكنكتب هالعلاقة العلاقة مورثة بروتين ثم صفة. إذا بالنسبة للمورثة لدينا قلنا غنكتب على مستوى، لاحظ ما هي غنكتب على مستوى مورثة اف جي اف اف هو حدثت طفرة استبدال للنيكليوتيد. إذا استبدال ماذا؟ استبدال للنيكليوتيد سي بتي سي بتي في أول الثلاثية رقم 380. إذا هذا الشيء حدث على مستوى المورثة كامل على مستوى. عارضة أخرى تركيب، أش غينتج على هذا الشيء؟ تركيب بروتين اللي هو مستقبل عامل نمو غير عادي لأنه وقعت طفرة. ثم آخر شيء هو الإصابة بمرض الودان. إذا ممكن نجاوب عليها على شكل هذه الثلاثية، هذه العلاقة مورثة بروتين والعلاقة مورثة بروتين صفر. إذا لا طلبوا منك تقول لي على العلاقة مورثة بروتين غتوقف هنا، إذا غتقول على مستوى كذا كذا تركيب بروتين غير عادي وقف، طلبوا منك بروتين صفة غتبدأ من هنا، تم تركيب بروتين غير عادي، أوكي، نتج عنه مرض الودانة مثلا، بالنسبة للبروتين، أوكي، بروتين غير عادي نتج عنه إصابة بمرض، هذه علاقة بروتين صفة، لكن هو قال لك فسر سبب الإصابة، يعني غدير لي العلاقة مورثة بروتين صفة. إذا كيفاش الآن غنكتبوا الإجابة؟ غنضيف فقط هذا يؤدي إلى هذا مما يؤدي إلى هذا. لاحظ إذا غنقول على مستوى مورثة اف جي اف اخ هو حدثت طفرة استبدال للنيكليوتيد سي بي تي في أول ثلاثية رقم 380. هذا الشيء هو اللي قلت لكم قبيلة، يعني ثلاثة ديال العوارض. كيفاش غنكتبها على شكل جملة؟ إذا على مستوى مورثة اف جي اف اخ هو حدثت طفرة استبدال للنيكليوتيد سي بي تي في أول ثلاثية رقم 380، مما أدى إلى تركيب بروتين مستقبل عامل نمو غير عادي، مما أدى للإصابة بمرض الودة. إذا باش كربط كربطها بكلمة مما أدى، نتج عنه نتج عنه، حيت كاينة ديك العلاقة دائما مورثة بروتين صفة، وهكذا كنجاوبوا على نوع من الأسئلة. في فيديو اخر غنشوفوا هذا التمرين ان شاء الله، تا هو كيفاش نجاوبوا على تحديد هذا ونستنتج مصدر الاصابه. اذا مصدر الاصابه بعهد المهق، اذا انت هي خاصك تقول لنا العلاقه مورثه بروتين صفه ايضا.
أراكم في فيديو آخر إن شاء الله.